صباح الأسرة مع سعيدة على أمواج ميدي أم. مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا. نحن معكم أكيد في برنامج صباح الأسرة، وفيه أكيد ركن المطبخ المميز بحضور شيف ابتسام. شيف ابتسام صباح الخير. صباح النور سعيدة، مرحبا بك دائما معنا. الله يبارك فيك. شكرا. وكذلك نحن في انتظار اقتراح آخر جديد، وكذلك بلا ما نعبدوها دائما إذا كان ممكن نصيحة معلومة أو أستيس يمكن تفيد المستمعين ديالنا في المطبخ. بالنسبة للأستيس ديال اليوم هي تتعلق بالسمك، يعني دائما فيما تنطيبوا سواء السردين أو أي نوع ديال السمك في الفران تتبقى لنا ريحة غير محبوبة في الفران، فبالتالي الأستيس باش نتخلصوا من هذيك الرائحة ويبقى لنا رائحة الفران ديالنا مزيانة، وأننا ملي تنخرجوا هذيك اللاطة ديال الحوت ديالنا أو ديال أي نوع ديال الحوت عندنا، تناخذوا القشور ديال الحامض أو قشور ديال الليمون أو بجوجهم مع بعضياتهم، تنرميهم في الفران هو مازال سخون، وتنسدوا الفران وتنخليهم هذاك القشور ديال الحامض او ديال الليمون تيطلقوا هذاك الزيوت الطياره ديالهم، فبالتالي تتمتص كاع ديك الرائحه اللي ما بغيناهاش وتتبقى ريحه جميله في الفران ديالنا. اكيد ريحه زوينه ديال البرتقال والليمون غتكون افضل واحسن من أكيد. رائحه ديال السمك اللي كتكون ماشي زوينه ابدا. شكرا على هاد الفكره، شكرا على هاد لاستيس شيف ابتسام، وغنتعرفوا على الوصفه اليوم اللي هي كما اكدت لنا سردين بالنعناع. أول مرة كنسمع سردين بالنعناع، فكنتمنى ونتعرفوا على المقادير والطريقة، لكن بعد قليل شيف خليكم معنا مستمعين. نعود لنتابع إذن مع مقادير وطريقة تحضير وصفة اليوم شيف ابتسام، سردين بالنعناع. تفضلي شيف. سردين بالنعناع، إذا اليوم إن شاء الله ما غاديش نعطيكم كميات لأنها وصفة تتبقى على حسب عدد الأسرة وعلى حسب المول اللي غادي تستخدموا فيه. فالمقادير هي كالتالي: غادي نحتاجوا السردين بيان سور يكون مقشر، غير الفيلي ديال السردين محيد له، يعني منقي محيد له الراس ديالو والسيسول كلشي، يعني الشرائح ديال السردين، الشرائح ديال السردين جيدا تماما. وغادي نحتاجوا ثوم، ثومه منقيه حتى هي ومقطعه دوائر. غادي نحتاجوا الملح، نحتاجوا الابزار، نحتاجوا واحد عصير ديال الحامض على حسب الكميه ديال السردين اللي عندنا، وغادي نحتاجوا زيت الزيتون، وغادي نحتاجوا ورق ديال النعناع مقطعين صافي، وغادي نحتاجوا واحد الرشه ديال السنيده. مقادير بساط، تعرفوا الان على الطريقه الشف. الطريقه غادي ناخذ واحد الليمون اللي غادي يدخل لنا الفران، غندهنوه بزيت الزيتون، وغادي نديرو فيه داك الدوائر ديال الثومه ديالنا، هذه الطبقه الاولى. من بعد غادي نحطو عليها الشرائح ديال السردين ديالنا. غادي نرشو هذاك الشرائح ديال السردين بالملح، بالابزار، بالعصير ديال الحامض، بالثومه اللي مقطعينها دوائر، وبالاوراق ديال النعناع اللي مقطعين، وغادي نزيدو الطبقه الثانيه ديال السردين، وغنبقاو بحال هكذا: طبقه ديال السردين، رشه ديال زيت الزيتون، رشه ديال عصير الحامض، الملح، الابزار، الثومه، وورق ديال النعناع ديالنا. غنبقاو بحال هكذا حتى تنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال السردين. طيب مثلا شحال ديال الورق ديال النعناع اللي نقدروا نديروه؟ ما على حسب ولا غير شويه؟ لا تنرشوا، يعني ما تنكثروش بزاف، ما تنكثروش. الورق ديال النعناع مقطعين صغار. مقطعين تيكون بحال اللي تنديروا المعدنوس، بحال اللي تنديروا قزبر ومعدنوس، غير حنا تنديروا النعناع وما نكثروش بزاف، لان النعناع الا كثرنا بزاف تيمرر تماما. فحنا تنرشوا غير رشيشه يعني بسيطه حتى تنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال السردين. كيف قلنا الطبقه ديال السردين، زيت الزيتون، الحامض، الملح، الابزار، الثومه، واوراق ديال النعناع ديالنا. تنكملوا الكميه كامله اللي عندنا، تنبقاو بحال هكذا طبقات. اخر طبقه نديروا نفس المساله، اللي الاضافه اللي كاينه هي رشيشه ديال السكر سنيده، ما تنكثروش بزاف، لكن تندير واحد الرشه خفيفه تيجي واحد لاغيغو مع المزيج ديال الحامض مع زيت الزيتون مع الثومه مع النعناع، تعطي نكهه هائله. ومن بعد تندخلوه الفران حتى تيطيب وتنقدموه بالصحه والراحه. تتحمر ديك الرشه ديال السكر، تتحمر اكيد تتحمر والسردين ديالنا يطيب، ومن بعد تنقدموه بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. فكنتمنى والمستمعين ديالنا يجربوا هذه الوصفه جديده ومميزه من اقتراح شيف ابتسام. شيف ابتسام شكرا. العفو. ولقائنا غدا ان شاء الله، إن شاء الله نفس الموعد في صباح الأسرة. نلقاوك على خير. إلى اللقاء. إلى اللقاء سعيدة.